انا ايش دراني؟ قاعد وسطيكم. بيقولوا ان اللي خطف نصرة هو اللي خطف واد بنتها قبل سابك، وساب حسن وخطف نصرة. خسارة، لكن معلش بكرة نفرحوا لما ناخدوا بطارنا لما جينا خبر اللي اسمها نصرة دي. خليك فاكر يا عمي ان اللي ساعدك على الهرب هو ابوي. براية حمدان كمان، بس يعني احنا اهل ما مستعجلينش على رد الجمال. يعني حمدان خابر زين اللي عاوزه ابوي. اطمنوا، انا عنده وعدي. حمدان قال لي على اللي انت طلبته مني، وانا ان شاء الله اكلم صفوت بيه ها ينفذ لك اللي انت عاوزه. تسلم لي. بس بلاها نستنوا هنيه كتير، كانها قعدتنا بيجي التقيل على قلب صفوت بيه. قلبنا معاك يا استاذ احمد. والله يا استاذ احمد احنا ما قادرينش نصدق اللي حصل ده، مع انهم نشروه في الجرانين. دي حكايه ولا في الافلام يا استاذ احمد. معقوله دي؟ بيجي اللي خطف حسن يسيبه ويخطف الحاج نصر بداله؟ اقطع دراعي ان هارون هو اللي ورا اللي حصل ده. معلوم، ما هو البعيد هرب من السجن. عامل كيف الحيه؟ تقطع لها دينها هيطلع غيره. قوم يا بول. على فين يا حسن؟ ندوروا على ستي، البست بدلة الضابط مخصوص عشان الاقيها واقبض على اللي خطفها. الحمد لله على سلامتك يا حسن. محدش يقول لي الحمد لله على سلامتك لما ستي ترجع. تعال يا حسن، تعال اقعد جنبي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كيف يا استاذ احمد؟ عمتي نصرة تتخطف من وسطيكوا كيف؟ ايه اللي رجعك من شغلك بدري؟ وقع مربربة حورية. وقعت ايه كفل الشر؟ جد هارون هرب من السجن. هرب؟ انت متأكد؟ ها؟ الخبر ما نشوف في الجرنال. هروب رجل الأعمال هارون صفوان المحكوم عليه بالإعدام من نيابة جنه. وافرض انه هرب، انت قلقان ليه كده؟ يعني ما كفانيش حمدان اللي انا خايف يعترف فيه؟ دلوقتي يطلع لي جدي هارون اللي انا السبب في الحكم عليه بالإعدام. وهو هيعرف مكانك كيف؟ محدش يضمن. جدي هارون وانا خابره زين هيفضل ينكش علي لحد ما ياخد طاره مني. طب العمل يا هيم، تقدقلك تاني قوي. انا بفكر في حاجه تخلي جدي هارون ما يعرفش يوصل لابدا. حاجه تاتي. وانا كان ناقصني المصيبه دي كمان. ايه اللي حصل بس يا صافي من ساعه ما قريتي خبر هروب هارون؟ ما هو لو الخبر ده صحيح يبقى هارون هرب علشان ينتقم مني. ينتقم منك؟ ايوه طبعا، اكيد هو فاكر وهو متاكد ان انا اللي زورت الشيكات بتاعته دي. وبعدين يعني اكيد هيكتشف ان احنا حطينا ايدينا على اغلب شركاته. هنعمل ايه ولو عرف لعبه البورصه دي وان احنا اشترينا اغلب اسهمه؟ وافرضي برضه مش هيعرف يهوب ناحيتك. وايه اللي هيحوشه يعني؟ ده واحد واخد اعدام، يعني مش هيهمه انه يقتلني وياخد اعدام تاني. ومين اللي هيسيبه يعمل حاجات زي دي؟ بس انا عاين لك حراسه ليه نهار. انا هيجيلي النوم وانا قلقانه انه ممكن يوصلي في اي وقت مهما كان عليا حراسه. انا مش عارفه ازاي طوعتك وعملت اللي انت قلت لي عليه ده. حاجه واحده هتريحك من موضوع هارون ده. حاجه ايه دي؟ زي ما قلت لك ترفع عليه قضيه خلع واتجوزك، ساعتها انا اللي احميكي بنفسي. ولو حاول بقى يقرب ناحيتك نهايته هتبقى على ايديا. مبروك يا بنتي. المحامي قال لنا ان اسمك ده هيطلع من السجن في العفو. الف مبروك يا هنية. الله يبارك فيك يا ام. والله ما مصدقه حالي ان الغمه دي هتغور. ربنا كريم يا بنتي، المهم بعدك دي ما تعمليش حاجه تغضب ربنا، كفايه اللي جرالك. عندك حق يا ام. مال فين ممدوح؟ ما جاش معاكوا ليه؟ احنا ما قلنالكيش مش نصر اتخطفت؟ واه صح. ايوه، وممدوح قاعد مع ابوه عند مرته. واه ليه؟ هي نصر عنده اغلى مني ولا ايه؟ ليه واجبي هني. بعدين في موضوع تاني يخص جوز عمتك هارون. ايه عدموه؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا.
قال ألم أقل إنك لن تستطيع. سعيت يا ناصرة. صدق الله العظيم. جبت المصحف ده منين؟ في شنطتي ما بطلعش منيها. جعتي؟ جعتي كافي عنك. احنا اول يوم في الشهر الكريم رمضان جاه. لا وقعة كان مش في الدنيا. انت مين يا واد الناس؟ وايه اللي خلاك تخطفني؟ ولا مين اللي كراك عليا من اصله؟ عرفت انا مين يا نصرة؟ سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسى ولا جند انت؟ جن بيخطف وبيطلب فدية. والراجل جن. مش انت موت؟ الحكومة قالت انك موت واهلك خلوا عزاك. موت وصحيت من تاني عشان ابقى عملك الاسود. مش فاكر يا حسن انهي طريق اللي نزلت من الجبل عليه؟ افتكر يا حسن، افتكر يا حبيبي، يمكن اللي خطف ستك ودها نفس المغارة اللي كان خطفك فيه. أنا ما عارفش. معلش يا حسن. طب قول يا حسن، تقريبا من ساعة ما نزلت من الجبل كده للطريق، جابر ده خد وقت قد إيه على ما وصلت للبيت اللي كان فيه ستك؟ يمكن ساعة ولا أقل. لو ساعة يبقى المكان قريب من هنا في نفس الدايرة دي تقريبا. أنا قلقان على ستي قوي وقلقان على طوح وخايف للموسم ده يكون أزام هما التنين. خلونا نرجع النهاردة وبكرة إن شاء الله هنكمل البحث. معقول الحديد ده؟ ده إبليس نفسه ما يفكرش ولا يخطط الخطيط ده. إبليس ده حبيب أنا وجدي. أنت هتقول ليه؟ وأنا لما معرفتش أخطفك وأستر جدك دول لحمينك قلت أخطف واد بيتك ويبقى السكة اللي توصلني ليك وتبقى زيادة خير خيرين المليون جنيه اللي جبتيها معك. يعني هارون هو اللي كرك عليا وقال لك تعمل كده؟ لا، جدي قال لي خلص عليك، بس أنا ما مستعجلش. هتقعد يا حدايا هنا لحد ما اعتر عليه وهو اللي يعملها بيده. نسيت اقول لك يا ست ابوكي، جدي هرب من السجن. الخبر منشور النهارده في كل الجرانيه وانا اول ما اعتر فيه اوعدك اجيبه لك هنا. وين البيت العجيب ده؟ ما فهماش، واحنا دلوقتي نهار ولا مغرب وليمة؟ مش عارفة. تفرق معاك فيه؟ تفرق. صايمة؟ هو انت عمرك ما صمت؟ خليك في حالك. امك الله يرحمها كانت صوامة قوامة. امي؟ أم اللي أنت قتلتيها مش كده؟ تروح لجدك وتسأل تقول له مين يا جدي اللي كان السبب في موت أمي؟ تعرف يا دكتومي؟ عشان ما اشتغل